لو جالك عرض من النادي الأهلي توافق؟ ايش نفوتبول نكسر في كرة القدم، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. انا صراحة ما فكرتش في الحكاية دي قبل كده، لكن لو ظهرت فرصة زي دي لازم افكر فيها كويس. تفكر لان النادي الاهلي نادي كبير في مصر في اللحظة دي، اكتر عدد بطولات، والزمالك هو منافس كبير لي. النادي الاهلي نادي كبير كمان وفي مصر وفي افريقيا، فهي مسألة تفكير كويس ازاي اقيم وضعي وازاي اشوف الامور تمشي ازاي. ايناسي، لو في شخصية مصرية حابب يوجه لها اي رسالة من خلال البرنامج، هي مين؟ لاعب، رئيس نادي، مدرب؟ انا علاقتي كانت كويسه بكل الناس اللي قابلتهم في مصر، حتى مع لاعبين الفرق المنافسه ومدربين الفرق المنافسه، فانا لي احتمار، عندي احترام كبير لكل الناس. اكتر الناس موجوده في قلبي هم جماهير الزمالك، هم دول الناس اللي موجودين اكتر في قلبي ودول اللي في ذاكرتي، لان نادي الزمالك نادي كبير يستحق بطولات اكتر، والجماهير تستحق بطولات اكتر وفرحه اكتر. فرسالتي دايما هي الفوز دايما للزمالك، ويكون البطل ويكسب اكبر عدد من البطولات، لان دايما لما الزمالك يكسب هيكون في حد في البرتغال هو انا بيحتفل معه. مين هو افضل لاعب في الزمالك من وجهة نظرك؟ دلوقتي الفرقة مختلفة تماما عن الوقت اللي كنت موجود فيه، فاللعيبة صراحة انا ما اعرفهمش كلهم، فأنا مش حابب أميز لعيبة عن التاني، لأن مش اللعيب اللي بيعمل الفريق، الفريق هو اللي بيعمل اللعيب. فحابب أقول إن أي لاعب في الزمالك دايما يتمنى له التوفيق، وإنه يساعد النادي ويساعد الجماهير في البطولات. ذكرياتك إيه مع الأكلات المصرية يا إناسيو؟ حبيتها جدا، حبيت الأكل المصري جدا أنا وزوجتي. Ela soube que eu vinha, que eu dava esta entrevista para o Egito. Ela recordou-me coisas que بعمل الحديث الصحفي عن مصر، افتكرت حاجات اللي شفتها في مصر، حاجات كتير كنت حابب اشوفها كمان. لكن اللي عجبني جدا في مصر السمك في مصر وفي القاهرة في المطاعم اللي رحناها كان جميل جدا وممتاز. وايه تاني غير السمك؟ الاكل المصري المميز، اكتر اكله مميزه ما حسيتش فرق بينه وبين الاكل اللي باكله هنا في البرتغال. فانا عندي ذكريات حلوه جدا عن مصر وعن الاطباق المصريه. الملوخيه اخبارها ايه معاها؟ حلوه جدا، بحبها. في البرتغال مش عندنا، بس عجبتني جدا. إناسيو بشكرك.